وللمزيد من التفاصيل حول الطقس وتوقعات درجات الحرارة الأيام القليلة القادمة، احنا معانا على التليفون الأستاذة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي منورانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وأستاذة نهاد وكل السادة المشاهدين، أهلا بيك. صباح النور على حضرتك يا دكتور. طمنينا بقى يا دكتور، الفترة اللي جاية إن شاء الله إيه المتوقع بالنسبة لدرجات الحرارة، والأهم من درجات الحرارة نسب الرطوبة، لأن هي المشكلة أعتقد الحقيقية في نسب الرطوبة المرتفعة. عرفت إن هي وصلت في اسكندرية مثلا ل 100% وفي القاهرة أكتر من 90%، إيه مدى صحة الأرقام دي؟ هو بالفعل يمكن نسب الرطوبة هي العامل مهم جدا خاصة في فصل الصيف إحساسنا بدرجات الحرارة، لأن هي أحيانا بتخلينا نحس بدرجات حرارة أعلى يمكن توصل كمان لخمس درجات، بالفعل أحيانا بتتجاوز ال 95% على المناطق الساحلية على البحر المتوسط، بتطلع على البحر المتوسط بتتجاوز ال 85% و 90% على القاهرة الكبرى أحيانا، لكن الحمد لله احنا تدريجيا بدأنا نحس بتحسن في الأحوال الجوية خاصة كمان فترات الليل، بدأنا نشعر بوجود نشاط للرياح، دايما لما يبقى في نشاط رياح بيساعدنا على إحساس بنسب رطوبة أقل، فبالتالي بدأنا نحس باعتدال في الأجواء خلال فترات الليل خاصة صحيح. في الليل بيكون فيها نشاط رياح، نشاط الرياح بيكون سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وده اللي بيخلينا نحس أكثر باعتدال في الأجواء. بالإضافة كمان إن احنا بنتأثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وبدوره هيحجب جزء من أشعة الشمس خاصة فترات الصباح، فبدوره هيؤدي لتلطيف الأجواء أكثر وتحسن في الأجواء أكثر، لكن احنا الحمد لله درجات الحرارة كمان منخفضة، متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 33 وال 34 درجة مئوية، فترات النهار فقط هنحس بارتفاع يعني بسيط مع نسب رطوبة اللي موجودة في الجو، يعني هنحس بيها لو تكون 36 و37 درجة مئوية، لكن الحمد لله خلال الأيام القادمة هنشعر بالتحسن في الأحوال الجوية فترات النهار وفترات الليل، لأن زي ما قلنا هيبقى في امتداد لمنخفض جوي، هيبقى في سحب هتحجب جزء من أشعة الشمس، فبالتالي تأثير أشعة الشمس مش هنحس بيه بالشكل الكبير زي الأيام الماضية. تدريجيا إن شاء الله ومع اقتراب فصل الخريف هنبدأ نحس بانخفاض لنسب الرطوبة، انخفاض في درجات الحرارة، لأن خلاص داخلين على فصل الخريف تقريبا إن شاء الله، متوقع انتهاء فصل الصيف 20 سبتمبر بداية فصل الخريف. بس هو آخر كام سنة دكتورة منار، يعني أكيد حضرتك أدرى مننا مليون مرة، بس آخر كام سنة كان حر الصيف كان مكمل معانا لغاية النص الثاني من شهر سبتمبر، وده ما كانش اللي بيحصل زمان. احنا كنا بنبتدي نشتي ونتقل في لبسنا مع بدايات سبتمبر ودخول المدارس. انا هشتي اول سبتمبر يعني مع الاسبوع ده كده كده خلاص. هو احنا دايما يعني ان شاء الله بدايه فصل الخريف هيبتدي 23 سبتمبر، فاحنا لسه قدامنا الثلاث اسابيع تقريبا في فصل الصيف، بيكونوا في شهر 9 بيحصل طبعا فيها موجات ارتفاع في درجات الحراره، لكن الاغلب والطابع الاغلب على بدايات شهر سبتمبر او شهر سبتمبر ككل هو التحسن في الاجواء عن شهر 8، لان شهر 8 دايما بيبقى ذروه فصل الصيف ارتفاع كبيره في نسب الرطوبه ودرجات الحراره صحيح. لكن احنا هنشعر خلال الايام القادمه ان شاء الله يعني اجواء حراره رطبه فترات النهار، تحسن عن الاجواء الشديده في الحراره اللي كنا بنشعر بيها خلال الايام الماضيه، فترات الليل هنشعر بتحسن اكتر كمان، يمكن هيبقى واضح اكتر فترات الليل، اجواء معتدله تماما حلو. المناطق الساحليه كمان هيبدا نشوف عليها فرص سقوط الامطار، متوقع غدا فرص سقوط امطار خفيفه على سواحلنا الشماليه الغربيه مطروح السلوم العالمين للاسكندريه، فرص امطار خفيفه، فاحنا تدريجيا كده هنبدا نشعر بالتحسن ان شاء الله في الاحوال الجويه. يا مسهل الحال ان شاء الله خير. بنشكرك يا دكتوره منار على مشاركتك معانا، شكرا جزيلا.